مرحبا. بالفعل هي طائرات الاستطلاع تابعة للجيش السوداني تقوم صباحا عادة بجولات استطلاعية صباحية في يبدو أنه عمليات للعاصمة بمدنها الثلاثة الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان، حتى بعد ذلك يعني يحدد الجيش مواقع سريع ويعمل على قصف هذه العملية. هي عملية تقريبا يوميا منذ بدء هذه الحرب بين الدعم السريع والجيش السوداني. أبرز ما حدث بالأمس هو كان يعني الجيش السوداني أمس قام بقصف مدفعي لتمركزات لقوات الدعم السريع في مناطق متعددة في أم درمان. أيضا قام بقصف بواسطة الطيران الحربي لتمركزات للدعم السريع في شمال مدينة الخرطوم بحري، وقام بعمليات تمشيط على الأرض في بعض مناطق الكلاكلة بمدينة الخرطوم وأيضا بعض أحياء في جنوب وغرب أم درمان كالمهندسين والفتيحاب والمنصورة وحمد النيل وأجزاء واسعة من الأحياء في أم درمان. إذن العديد من الاشتباكات في عدة مناطق، ربما هذا يقودنا إلى السؤال حول الحالة الإنسانية سهام. نعم، الحالة الإنسانية ما زالت في تردي مستمر في ظل عدم وجود نوع من يعني توصيل الإغاثة بصورة منتظمة أو بصورة يعني راتبة أو عملية كبيرة لإيصال الإغاثة للمتضررين خاصة في الخرطوم بمدنها الثلاث. ما زال الوضع صعبا جدا على المواطنين، ما زال النقص مستمر فيما تبقى من غذاء ودواء. طيب، إذا ما تحدثنا حول التحركات السياسية في إطار الوصول إلى حل جذري ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الجيش السوداني كان قد أعلن أن الوفد الخاص به والذي أرسل إلى محادثات جدة عاد إلى السودان وذلك للتشاور. نعم، بالفعل كانت هنالك الكثير من الأنباء التي تتردد حول عودة يعني الوفد الممثل للجيش السوداني من مفاوضات جدة، ويعني الأمر كان بين النفي والإثبات، ولكن الجيش السوداني يعني بواسطة هذا الإعلان البيان الذي أصدره بالأمس أكد بالفعل عودة وفده إلى الخرطوم للتشاور، وكما قال في البيان بأنه يصر على شرط خروج قوات الدعم السريع من منازل المواطنين ومن المناطق الحيوية في العاصمة حتى يجلس مرة أخرى للتفاوض، ذلك طبعا بعد يعني الدخول القوى السياسية على الخط، وأيضا على ما يبدو أنه يعني هنالك محاولات لإلحاق القوى السياسية بهذه المفاوضات بمنبر جدة تنضم إلى وفدي الدعم السريع والجيش. طب هذه نقطة من نقاط الخلاف، ولكن البيان ذكر على ما أعتقد العديد من نقاط الخلاف الأخرى. نعم، نقاط الخلاف الأخرى يعني هي تتمثل في بصورة أساسية في خروج قوات الدعم السريع من المناطق الحيوية في الخرطوم حتى يتم الجلوس مرة أخرى. قوات الدعم السريع تنفي أنها هي موجودة في منازل المواطنين أو في أي مناطق حيوية أو في المقار الحكومية وما إلى ذلك، هي تنفي هذا الأمر والجيش يصر على أنها هي موجودة في تلك المناطق، يجب أن تخرج منها أولا مناطق المدنيين والمنازل والمستشفيات وكل هذه المناطق المدنية حتى يجلس معها مرة أخرى في الحوار في منبر جدة. طيب، إذا كان هنالك لديك أي معلومات حول ما جاءنا من خبر عاجل حول الغارات للطيران السوداني على مواقع للدعم السريع وسمع ذوي انفجارات في شرقي الخرطوم، هل من معلومات لديك سهام؟ نعم، يعني شرق الخرطوم هذه منطقة تتعرض دائما للقصف، يعني يبدو أن هنالك تمركزات يعني موجودة لدعم السريع في تلك المنطقة يتم قصفها باستمرار، ولكن يعني الطيران الحربي يعمل على قصفها ولكن لا يتم القضاء عليها بصورة نهائية لأن قوات الدعم السريع طبعا هي تستطيع أن تتحرك من المنطقة وتعود إليها مرة أخرى، لذلك دائما ما تكون هذه الضربات الجوية
الجنوبيه لشرق الخرطوم، هذه الاحياء التي تتمركز فيها قوات الدعم السريع بصوره كبيره، وهذه الاحياء طبعا تقع في بالقرب من محيط القياده العامه على مسافه واسعه، ويعني هي تتوسط هذه المناطق القياده المطار وايضا القياده ومطار الخرطوم الدولي. ولذلك هي تتعرض لكل هذه لكل عمليات القصف. أشكرك، شكرا جزيلا لك سهام سعيد مراسلة الغد، كنت معنا من الخرطوم.